بدأنا المرة اللي فاتت في موضوع مهم أوي اسمه الأوبريشنال أمبليفاير. وقلنا الجهاز دوت الأساس بتاعه إن أنا بعمل عملية تكبير، بعمل أمبليفيكيشن. وقلنا أساس الموضوع إن أنا بتعامل مع الهدوء، يعني بكبر هدوء. خلاص؟ قلنا المحاضرة اللي فاتت في نوعين منهم. النوع الأول اسمه مارتن. خلاص؟ وقلنا في النط البرفكت ده معدل الجين بتاعته كان اكبر من الواحد، لانه معدل الجين مجبر. النط البرفكت المره اللي فاتت خدنا النط البرفكت ثبتنا ان كلمه الجين اكبر من الواحد الصحيح، عشان كده قلنا المره اللي فاتت ان هو بيعمل امبليفيكيشن للجزء. الجزء الثاني قلنا ان الجين طلع لهم مجبر، عشان كده سميناه. بالنسبه للانفرتن، الانفرتن طلعه احنا المره اللي فاتت ايه كانت نيجاتيف سالبه، وده الشرط الاساسي عندي. حته بقى ان الايه اكبر من الواحد او اقل من الواحد ما كانتش بتمني في النوع ده، لان النوع ده كانت المهم عندي ان انا اقلل من شرط السالب، لو موجبه اخليها سالبه، لو سالبه اخليها موجبه. نكمل النهارده باذن الله بقى بقيه الانواع. هبدا النهارده بالنوع رقم 3. عندنا كمان تقريبا 3 انواع هناخدهم النهارده ان شاء الله. وبعدين في الاخر هننهي المساله بسيطه جدا. انا عندي هنا الكومباريتور اوب ام. ركزوا معايا في الاسم وفي شكل الدايره. يعني انا بقول هنا كومباريتور، كومباريتور يعني ايه؟ يعني مقارن، بيقارن بين شرطين. الشرطين اللي عندي اهم دول الاثنين ام، في واحد وفي اثنين. دول الشرطين اللي انا عايز اقارن بينهم. في واحد داخله على الطرف السالب من الاوب ام، داخله من خلال مقاومه اسمها ار واحد. المصدر الثاني في اثنين داخل على الطرف الموجب من الاوب ام، وداخل من خلال مقاومه اسمها ار ده. قلنا المقاومه اللي بتربط ما بين الدخل والخارج سميناها ايه المحاضره اللي فاتت؟ سميناها فيدباك ريزيستنس، بسميها ار 2. طب امال ايه ار 4؟ ار 4 دي تعتبر مقاومه الكرسي بتاع الجهاز. احنا قلنا الجهاز ده لازم اوصله بالجراوند عشان اعمل حمايه. فانا وصلت الجهاز بالجراوند من خلال مقاومه اسمها ار 4. انا كل اللي انا عايزه من هنا ان انا اوجد، مطلوب مني هنا ان انا اوجد اكسبريشن للفولتج جين. واشوف هل الفولتج جين فعلا بيحقق لي المسمى ولا لا؟ يعني انا بقول كومباريتور، انا هقارن ما بين ايه؟ الاثنين سيجما. تعالوا نمشي بنفس الطريقه. احنا كنا بنسمي التيار ده اهو اي اكس، وكنا بنسمي التيار ده اي واي. وكان اول معادله كنت بكتبها في الحل ان انا بقول كده بولز رقم واحد اي اكس بيساوي اي واي بيساوي صفر. حد فاكر الشرط ده جه منين؟ لان انا كنت بفرض ان الاي ان الاوب ام ده مثالي، واحنا قلنا من خصائص المثاليه بتاعت الاوب ام ان الانبوت ريزيستنس انفينيتي. يبقى انا لو بصيت من هنا هشوف الاوب ام كما لو كان اوبن سيرفر. يبقى معنى كده التيار اللي داخل الاوب ام ايكوال تو زيرو. الرول الثاني جهد النقطه دي هسميها في اكس، جهد النقطة دي هسميها في واي. يبقى الرول التاني بقول ان الفي اكس ايكوال تو في واي. حد يقول لي تساوي كام؟ ان الدايرة دي تساوي كام؟ ها؟ الفولتج ديفايد زيرو. هل اقدر اعرفها؟ مش هقدر اجيبها. فانا هقول في اكس بتساوي في واي بتساوي في، ويبقى في عندي هنا مجهول. طب ليه مش هعرف اجيبها؟ لان انا ما اعرفش المقاومه دي مر فيها تيار كام. لو انا عارف قيمه التيار او اي في ار 4 صح ولا لا، وفي نفس الوقت مش عارف جهد النقطه دي بالنسبه للمصدر ده كام، لان التيار اللي مر هنا مش عارفه. ماشي يا شباب؟ يبقى في الحاله دي هسميها كده. عندي هنا كام نود متركب معاها مقاومات؟ اثنين نود. يبقى انا هبدا اقول كده ا نود رقم اكس. طبق كده شوف جرب نود مجموع التيارات بيساوي زيرو. قلنا عشان اسهل على نفسي
نفسي هاخد الكرات كلها بتاعتك اهي. منهم ده اصلا بكام؟ صفر. طب عايز اجيب الدال ده؟ طبعا جزء النقطه دي بالنسبه للجراوند بكام يا شباب؟ بي 1. جزء النقطه دي بالنسبه للجراوند بكام؟ بي 2. ها يبقى الدال اللي فوق ده هيساوي كام؟ حد يمليني. في اكس اللي هي في، انا مسمي في اكس فوق في، ناقص البي 1 على كام؟ على ار 1. طب عايز اجيب الدال ده هيبقى كام؟ ها؟ يبقى في اكس اللي هي في ناقص في اوت الارك. بعد دي اظبطها شويه، هبدا اخد البي عامل مشترك. يبقى هنا بي على ار واحد، يبقى هنا واحد على ار واحد. هنا بي على ار اتنين، يبقى واحد على ار اتنين. صح ولا ايه؟ المفروض هنا يبقى ناقص بي على ار واحد هيساوي سالب بي على ار اتنين، هوديها الناحيه الثانيه، يبقى بي اوت على ار اتنين. انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا وزعت المقام على البسطه. وزعت المقام على البسطه. وبدات اخد عمر المشترك. ماشي ولا ايه؟ المعادله دي كلها اضربها في ار 2 عشان اجيب البي اوت لوحده. يبقى الاقي من هنا ان البي اوت يساوي بي مضروب في ار 2 على ار 1 زائد 1 ناقص ار 2 على ار 1 بي 1. نتعلم على المعادله دي واسميها معادله رقم 5. خلاص؟ يبقى استكمالا للمحاضره اللي فاتت، احنا هنكمل الموضوع اللي اسمه اوبريشنال امبليفاير. الناس لسه جايه بس خليكم معايا كده ثواني. انا ببدا النوع الثالث النهارده، احنا خدنا نوعين من المحاضره اللي فاتت، نكمل عليهم. في نوع تالت اسمه كومبارت كوب ام. كومبارت كوب ام بيقارن ما بين اتنين سيجنال. الآلة الرسمة بتاعتها. هدخل نوع سيجنال في واحد وفي اتنين. وهحاول أجيب إكسبريشن لنوع الكومبارت. يعني هوريكم إزاي أنا بعمل هنا كومبارت. إخوانا خليكم معايا. فجيت هنا قلت التيار اللي داخل الكوب ام أي إكس بيساوي تيار أي واي بيساوي زيرو. فدي الرولز اللي إحنا ماشيين بيها. دول كده رولز خاصين بمين؟ قلنا دول خاصين بالايديال اوبريشنال امبليفاير. في نوع تاني من الاوبريشنال امبليفاير اسمه اكتشو، يعني ممكن ان شاء الله خلال المحاضره الجايه ان شاء الله اشرحها. بس احنا هنركز قوي على الايديال. تعالى بدخل تيار اي اكس بيساوي تيار اي واي بيساوي زيرو، ده اول رول. تاني رول الجهد في اكس بيساوي الجهد في واي. طب بيساوي كام؟ أنا هنا في الدايرة مش عارف أجيب قيمته. لأني أنا مش عارف التيار اللي مر في أربعة كام. في نفس الوقت مش عارف التيار اللي مر في واحد كام. فسميته بي. الخطوة اللي بعد كده هاجي عند نود إكس. طلعت مجموعة تيارات بيساوي صفر. لما طلعت مجموعة تيارات بيساوي صفر طلعت المعدة واحد. أكمل بقى. أنا كده وصلت النود كام؟ إكس. بروح أطبق نفس الكلام عند نود كام؟ عند نود واحد. الخطوه الثانيه اقول نود A نود رقم واحد. هاجي اختار التيارات كلها خارجه من نود واحد اهي. في تيار فيهم صفر. طيب انا عايز اجيب التيار اللي ماشي في ار 3 تبقى كام؟ بي واي اللي هي بي ناقص بي 2 على ار 3 زائد تيار مر في ار 4 يساوي كام؟ هيبقى في على ار 4. الكلام ده بيساوي صفر. في على كام؟ على ار 4. طيب هبدا من هنا اخد البي مشترك، يبقى بي في واحد على ار 3 زائد واحد على ار 4 بيساوي بي 2 على ار 3. خليكوا يا جماعه معايا. يبقى من هنا لو انا عايز اجيب البي 2 او نجيب البي 2 يبقى اضرب المعادله كلها في كام؟
لو قلت في 2 يساوي بضرب المعادله كلها في كام؟ في كام؟ في ار 3. يبقى هنا في ضرب 1 يبقى ار 3 على ار 4. ار 4 جاي معلم على المعادله دي وسلم المعادله دي. انا على فكره انا اخدت قرار ان انا مش هقول لحد يسكت، اللي عايز يسكت يسكت واللي عايز يسمع يسمع. انا هوجع دماغي ليه؟ اللي عايز يسمع يسمع، اللي عايز يتكلم يتكلم. خلاص؟ يبقى انا رحت عند نود اكس مجموعه تربي صفر، رحت عند نود واي مجموعه تربي صفر، طلعت معادلتين. عايز انا بقى من المعادلتين دول اجيب اكسبريشن للفي اوت. ركزوا معايا. عايز من المعادلتين دول اجيب اكسبريشن للفي اوت بدلاله الانبوت، يعني بدلاله البي 1 وبدلاله البي 2 عشان ابدا احدد ليه انا قلت كومبارتر. ماشي؟ هنا الفي اوت ده لف مين ومين؟ الفي ده حاجه انا ما اعرفهاش، مش انبوت، مش يعني ما تعتبرش انبوت بالنسبه لي، لان الانبوت هنا مين ومين؟ يبقى انا هعلم على الفي دي اهي. هروح اجيبها منين الفي دي؟ من المعادله الثانيه. يبقى انا هروح كده اقول له فروم ايكويشن 2 هجيب البي في طرف. طبعا انا ممكن اظبط دي شويه ان انا اوحد المقامات على ار 4. يعني ممكن اقول هنا ار 4 زائد ار 3 على ار 4 عشان بس اسهلها شويه. يبقى البي من هنا هتساوي كام؟ ها؟ ار 4 على ار 3 زائد ار 4 مضروب الكلام ده في البي 2. هاخد معادلة الفي دي وجنبها كده هقول ضرب ان واحد. أنا ليه بعمل اللعبة دي؟ علشان أنا قايل المسمى اسمه كونفرتر. الاسم ده جاي منين؟ إن أنا المفروض هقارن ما بين الفي واحد والفي اتنين، وبناء على المقارنة هطلع الخارج. فأنا بحاول أجيب المعادلة اللي بتعمل المقارنة عشان أشوف وظيفة دوت أو الخارج بالظبط هيطلع إزاي. طيب انا دلوقتي جبت الفي هبدا اعوض هنا، يبقى هقول ان الفي اوت بيساوي في مش هقدر احط المعادله بتاعتها اللي هي دي، يبقى ار 4 على ار 3 زائد ار 4 المفروض هضربها في الترم ده، صح كده؟ ايه رايكم الترم ده برضو لو حد المقامات على ار 1 يبقى هيبقى لي مين؟ ها؟ هيبقى ار 1 زائد ار 2 على ار 1. ما تنساش ان كل الكلام ده مضروب في كام؟ في في 2. هطرح منها ار 2 على ار 1 في البي 1. يبقى علشان ما تدورش يا شباب انا عملت ايه؟ جيت على نود اكس طبقت مجموعه تيارات بيساوي صفر. جيت على نود واي طبقت مجموعه تيارات بيساوي صفر. عايز اجيب معادله في البي اوت تربط الفي 1 بالفي 2. انا جبت معادلتين 1 و2 وجبت من المعادله 2 في دلاله في 2 وعوضت في المعادله دي. نقدر نستنتج ايه من الاكسبريشن دوت؟ ها؟ نقدر نستنتج ايه؟ بص دلوقتي دي مجموعه من المقامات صح؟ يعني رقم هنضرب في رقم مش كده؟ يبقى ممكن اقول كده ان الفي اوت هي عبارة عن نقول مثلا الرقم الأولاني وليكن مثلا إيه؟ سي في البي 2 ناقص رقم تاني وليكن مثلا نقول دي في البي 1. السي والدي دول أرقام. السي ده بيساوي حاصل ضرب البلوكين دول في بعض. والدي بيساوي أر 2 على أر 1. استنتج بقى إن المعادلة دي إيه؟ ها؟ تعالى ناخد المعادلة دي ونسقطها هنا. هو البي واحد انت دخلته على السالب ولا الموجب؟ عشان كده ظهر في البي اوت هناك سالب رقم في البي واحد. البي 2 انت مدخله على ايه؟ عشان كده البي اوت ظهر الاكسبريشن بتاعه موجب بي 2. يبقى انا هنا بعمل مقارنه ما بين الاثنين سجن. لو كان البي 2 اكبر من البي واحد، لو كان السيجنال اللي انا مدخلها على الموجب اكبر من السيجنال اللي انا مدخلها على السالب، يبقى طبيعه الفي اوت هنا هتكون موجبه ولا سالبه؟ هتبقى موجبه.
صح لا؟ كلمه الفي اوت موجبه، يبقى انا بعمل كده انفرتنج ولا نون انفرتنج؟ يبقى بين قوسين كده نون انفرتنج. يبقى الكونفرتور ده بيقارن قوسين ببعض، بيقارن الفي 1 بالفي 2. لو الفي 2 اكبر من الفي 1 يبقى الفي اوت بتبسط. طب لو العكس؟ لو انا حطيت الفي 2 كان اقل من الفي 1. خليكم معايا، طبعا انا هنا واحد يقول لي انت وديت السي والدي فين؟ احنا غالبا في الاناليسيس بتاعنا بنفرضهم بواحد. غالبا في الاناليسيس بتاعنا بفرض السي والدي بواحد. عشان كده ممكن اقول على طول لما الفي 2 اكبر من الفي 1 يبقى الفي اوت بتبسط. طب لما الفي 2 اقل من الفي 1 يبقى الفي اوت مالها؟ ها؟ يبقى انا كده بعمل ايه؟ ها؟ انفرت. كده فاهم عمليه الكونفرجن؟ يا شباب فاهم عمليه الكونفرجن؟ طب افرض انا جيت في مرحله من المراحل حطيت في 1 بصفر وحطيت في 2 بصفر، هل هيظهر خارج؟ ما هو مفيش هنا متأصل، هيظهر خارج ازاي؟ خلاص؟ ممكن يجي هنا سؤال نظري اقول لك ارسم الدائره المبكره بتاعت الكونفرتر واستنتج الاكسبريشن بتاع الفي اوت. خلاص؟ اي سؤال؟ اه طب انت عايز ايه يعني؟ انت مش عايز عندنا المفروض في خمس انواع من الاوبا. في اثنين خدناهم من المحاضره اللي فاتت نكمل عليهم النهارده. النوع اللي بدات بيه دلوقتي اسمه الكونفرت اوبا. طبعا شكل الدايره بتاعته لازم تتحفظ ملهاش حل، هي مش صعبه. انا بقول هنا كونفرتور يعني بقارن ما بين اثنين سيجنال. يبقى انا مدخل هنا اثنين ام. ام اسمه في 1 وام اسمه في 2. اي ام هدخله على الام بدخله من خلال المقاومه الداخليه للام والدخل. يعني الفي 1 والمقاومه اسمها ار 1. اعتبروها انها الانترنال ريزيستنس بتاعت المصدر ده كما لو كان. والار 2 والار 3 ده مقاومه الفي 2. لازم في طرف من الاثنين دول لازم اوصله بالجراوند. فانا وصلت الطرف واي بالجراوند من خلال مقاومه اسمها ار 4. ولازم يبقى في مقاومه رابطه بين الداخل والخارج اسمها فيدباك ريزيستنس اسمها ار 2. دي حاجات ثابته كده في الايه؟ في اي ريت اوف ام، يبقى اي مصدر بعد يخش في المقاومه. لازم طرف جراوند. رقم ثلاثه لازم في باك بين الام والجراوند عشان اعمل كنترول على الخارج. خطوات الحل هنا انا مطلوب مني هنا الفولتج جيم. الدايره دي مش بعرف اجيب ليها الفولتج جيم لسبب بسيط، لان انا عندي كام انبوت؟ احنا عارفين ان الفولتج جيم هو عباره عن في اوت على كام؟ على في انبوت. انا ما عنديش 1 في انبوت، انا عندي 2. فانا هكتفي بس ان انا في الاخر استنتج اكسبريشن للفي اوت. ده اللي هقدر اعمله. فعملت ايه؟ قلت رقم واحد خطوات الحل بكتب الرولز الاول. ايه الرولز اللي عندي؟ التيار ده اسمه اي اكس بيساوي التيار اي واي بيساوي صفر. كلام المحاضره اللي فاتت. ليه بعتبره بصفر؟ لان احنا قلنا احد الاسامبشنز بتاعت الايديال اوب ام ان المقاومه الداخليه للجهاز ايكوال تو انفينيتي. يعني الجهاز لو بصيته من هنا هيبان كما لو كان اوبن سيركت. يبقى الانبوت كارنت بزيرو. القاعده الثانيه ان الجهد بتاع الاكس بيساوي الجهد بتاع الواي. هنا مش هعرف اجيب كم فسميته في. الخطوه اللي بعد كده جيت عند نود اكس. طبقت مجموعه التيارات بيساوي صفر. طلعت المعادله ان الفي اوت بيساوي في الترم ده ناقص ار 2 على ار 1 في الفي 1. هل البي دي ضمن الدخل؟ هل البي دي دخل؟ ولا ده جهد عند نقطة؟ يبقى لازم الغي البي ده، طب الغيه ازاي؟ جيت عند نقطة واي طبقت مجموعة التيارات بيساوي صفر مرة تانية. طلعت معادلة تربط بين البي 2 والبي. جبت من المعادلة دي البي في طرف. وخدت المعادلة بتاعت البي وعوضت في المعادلة دي. طلعت في الآخر الإكسبريشن ده. دي مجموعة من المقامات مضروبة في مجموعة من المقامات، يعني هيديني في الآخر رقم. الرقم ده سميته سي. ار 2 على ار 1 دي هتديني رقم سميته دي. يبقى خلاصة الكلام لو أنا افترضت إن سي ودي بوحايد يبقى خلاصة المعادلة هي إن قيمة البي أوت هتساوي بي 2 ناقص بي 1 4 سي إيكوال تو دي إيكوال تو 1.
وانا اللي بعمل ديزاين، انا اللي بركب الدايره دي. فانا ممكن احط مقاومات بشكل ما بحيث تبقى السيب واحد وتجيب واحد. يعني احط الار 2 بتساوي ار 1. فاهميني؟ واحط الار 3 زائد ار 4 بتساوي ار 1 زائد ار 2. واحط ار 1 بتساوي ار 4 عشان كله يشيل بعض. الفي اوت هنا هيقارن ما بين الفي 2 والفي 1 بحيث لو في 2 قيمة اكبر من الفي 1 قيمة يبقى الخارج موجب. يبقى في الحالة دي نوت انفرتر. طب لو قيمة الفي 2 اقل من الفي 1 يبقى الخارج بالنيجاتيف. يبقى في الحالة دي بسمي الخارج بتاعي ايه او الكوب امب بتاعي ايه؟ بسميه انفرتر. يبقى دور الكوب امب ده ان هو بيعمل عملية كونفرجن ما بين الاثنين سيجنالز. لو سيجنال اعلى من الثانية يديني خارج موجب. لو سيجنال اقل من الثانية يديني خارج سيجنال. اقول تاني؟ طب لو انا عايز اعكس دول، لو انا عايز اخلي الفي اوت بيساوي في واحد ناقص في اتنين مش العكس، اعمل ايه؟ هو ايه اللي خلى هنا في واحد بالسالب؟ بدرسها ايه هنا؟ ان انا مدخل الفي واحد اصلا على الطرف السالب في الكوب امب. يبقى لو خليت الفي واحد على الطرف الموجب يبقى الفي واحد هيطلع بالايه؟ بالموجب. ولو خليت الفي اتنين على الطرف السالب هيطلع بالايه؟ بالسالب. مفهومه؟ اي سؤال برضو؟ انا قلت لك الدوائر دي ممكن يجي لك سؤال نظري، مش كده اقول لك ارسم دايره الكونفرتر واستنتج الجيم بتاعها. انت هتمشي الخطوات دي كلها. اقول تاني؟ طيب تعال جوه على الدوا الرابع. هذا الطيار الأول، هذا الطيار الثاني زيرو، هذا الطيار الثالث.
بصوا يا جماعه معايا كده، التيار ده ماشي في ايه؟ يبقى الشارع قانون ده سي دي في باي دي تي، يبقى انا هقول سي دي باي دي تي، بس يا ترى دي لمين؟ حاول تقفل الشباك ده. انت عارفه؟ معانا هنا في ثانية؟ بلدي؟ سي دي باي دي تي للجهد. حد يقول لي بقى الجهد اللي انا هفضله مين؟ لا مش بيم. ها؟ قول انا عايز فرق الجهد اللي على المكثف. المكثف على طرفين وجهدين، الجهد ده زيرو. الجهد ده انت الطيارات ماشيه منين لفين؟ يبقى المفروض تقول لي هنا صفر ناقص في ام، وانا هنا انا فاضل فرق الجهد اللي على المكثف، مكثف على طرفين وجهدين، ده زيرو وده في ام، وانت فرض ان الطيار ماشي من زيرو للفي ام، يبقى تقول زيرو ناقص في ام. طب افرض لو انا فرض الطيار العكس، يبقى تقول في ام ناقص زيرو. مفهومه؟ زائد عايز اجيب الطياره اللي بره في الارض دي، اقول ايه لحد ما ليه؟ هيبقى صفر ناقص في اوت بوت على ار ايكوال تو في كده. خلصت. يبقى دي السالب ده ممكن اطلعه بره التفاضل، يعني اقول سالب سي دي في انبوت باي دي تي. عايز افهم المعادله، مش مجرد ان انا بس بحفظ الخطوات، عايز افهمها. بصوا معايا الفي اوت هنا ظهر اشاره ايه؟ ده منطقي. ليه بقى؟ لان انا قيمه الفي ام اللي انا مدخلها للسيجنال مدخلها جروب ام، مدخلها على طرف الجول السالب، دي رقم واحد. رقم اثنين وجود المكثف مع الانبوت خلاني ان انا اعمل تفاضل للجهد الانبوت. يبقى اذا لو انا عايز اعمل تفاضل لجهد الخارج، المفروض ان المكثف ده يتحط فين؟ على الخارج في الفيدباك. يبقى المكثف هنا بيعمل ايه؟ انتجريشن، او اسف بيعمل ديفرنشيشن، بيعمل تفاضل. حطيته على الداخل يبقى بفاضل. كمان شويه احطه على الخارج يبقى هكذا. اقول تاني؟ طيب نروح للداله رقم خمسه والاخيره. عايز اجيب التيار ده؟ يبقى
هيساوي كام؟ ها؟ صفر نجم من بي انبوت مع الله زائد خليكوا يا جماعه معايا. عايز اجيب دوا المكثف يبقى يساوي كام؟ ها؟ سي دي باي دي تي. حد يقول لي بقى دي مين؟ صفر ماينس صفر ماينس البي ار. الكلام ده بيساوي صفر. يبقى اقول ان هنا سالب البي ام عن مقام ار بيساوي السالب ده يطلع بره التفاضل. يبقى سالب سي دي في اوت باي دي تي هوديها الناحيه الثانيه. يبقى سي دي في اوت باي دي تي. اقسم الطرفين على المكثف. يبقى هنا سي اشيل السي ده. انت عايز تجيب البي اوت مش تجيب الدي في اوت مش كده؟ يبقى عشان اجيب من هنا البي اوت هعمل ايه في الطرفين؟ هكملهم. هلاقي ان هنا في البي اوت هو عباره عن نيجاتيف واحد على الار سي في تكامل البي اوت تي بالنسبه لدي. خد قاعدة كده. لو انا حطيت المكثف مع البي انبوت يبقى انا هفاضل البي انبوت. لو حطيت المكثف مع البي اوتبوت يبقى انا هفاضل مين؟ البي اوتبوت. تفاضل البي اوتبوت يعني تكامل الدخل. ماشي؟ اي سؤال؟ كده انواع الكوب ام احنا حطيناها خمس انواع. ده ممكن يجي زي ما قلت لكم في سؤال مصر. خلاص؟ تعالوا بقى نشوف مسائل على الكلام ده. معلش بس في نوع اخير. صفر ناقص بي 2 على ار 2 صفر ناقص بي 3 على ار 3
انا مش هقول لحد اسكت زي ما قلت لكم. نص انا مش هقول لحد اسكت. اللي عايز يسمع يسمع. مش عايز يسمع هو خالص. زائد. اخر الطيار اللي هو ده هيبقى صفر نص البي اوت على الار اف. ماشي كده؟ يبقى من هنا لو وديت سالب بي اوت على الار اف الناحيه الثانيه. يبقى هلاقي ان البي اوت في الاخر بسبب كام؟ بس ممكن اخد السالب مشترك. وده سالب سالب سالب. ها؟ اخد الار اف اقسمها على ار واحد واضربها في البي واحد. زائد ار اف على ار اثنين واضربها في البي اثنين. زائد ار اف على ار ثلاثة واضربها في البي ثلاثة. بصوا الخارج هنا انا بعمل ايه؟ انا باخد البي واحد واضربها في رقم. واجمع معاها بي اثنين في رقم. واجمع معاها بي ثلاثة في رقم. صح ولا لا؟ يبقى انا كده بعمل عمليه مين؟ صمش. ان شاء الله بقى السنه الجايه هتاخدوا حاجه اسمها بلوك دياجرام. عمليه البلوك دياجرام كنترول بعمل الصمشن يعني انا ممكن اشيل الليله دي كلها احط مكانها دايره كده. الدايره دي نعمل عليها العلامه دي سيجما. سيجما داخلها دي داخلها مين؟ في واحد مين كمان؟ مين كمان؟ بس كل واحد داخل بقيمة بفاكتور صح ولا لا؟ يبقى انا هدخل البي واحد اهو هيبقى ار اف على ار واحد في البي واحد. ده المفروض الشرط ايه؟ هو السالب هيتوزع يبقى احط هنا سالب. والاشاره الثانيه هتحط هنا يبقى سالب ار اف على ار 2 في البي 2. الإشارة الثالثة تبقى سالب ار اف على ار 3 في البي 3. الإشارات دي كلها هتدخلها على نقطة التجميع اسمها السامبل بوينت. يبقى الخارج اللي هنا اسمه ايه؟ بي ام. إن شاء الله يعني السنة الجاية هناخد حاجة اسمها بلوك برودكشن وبلوك دياجرام. إن أنا ممكن أشيل الدايرة دي كلها وأحط مكانها السامبل بوينت دي. دكتور هو ليه دايما بفرض اتجاه الكرنت كده وكده؟ انا بطبق الهوك كرش الكرنت لوب. انا عشان اسهل على نفسي بفرض ان كل الدارات داخله او خارجه. طب ما كده طلع معايا سالب كل القوانين. لا السالب مش على اساس الدارات. السالب بيطلع على اساس ان انا داخل على السكه العربيه. انا نفس الكلام عملته في المحاضره اللي فاتت بتاعت الانفيرت نون انفيرت طلعت المعادله من الاخر كلها لان البي اوت كان داخل على فانا عامل جراوند على السالب. هنا العكس. خلاص مش الطياره. Gracias.
كويس ده انا عاملها مره في المحاضر كده معاك. وهي انا يا كابتن عندي هنا ثلاث قرود. عندي ثلاث قرود A B B B C. كل جزء داخل من المحاضر 55 كيلو 65 كيلو 220 كيلو. في هنا جزء اسمه V D 12 فولت. ده الجزء الثاني انا بدخله على اطراف النور. دايما هديك في مساله الجزء بقى طرفين كده. قلنا الجزء اللي فوق ده هقول 20 فولت مثلا، الجزء اللي تحت سالب 20 فولت. قلنا ايه معنى الخطين دول؟ بي سي سي بي ام. البي سي سي الجهد اللي هيخرج من الجول امب ده هيبقى محصور ما بين نيجاتيف 20 الى كام؟ يبقى الماكسيمم موجب 20 والسالب نيجاتيف 20. ما يزيدش عن كده وما يقلش عن كده. انا هنا مديك في ايه؟ 30 15 فولت. في بي 10. في سي 8. قلت لك احسب البي ار. المطلوب الاول ثلاث احسن كوير في اول. المطلوب الثاني سيون ميتين زير بل. دلوقتي هو ما ذكرليش ليه؟ يبقى البي بي كده اصبح مجهول.
يوريفايد الفي بي كذا يا جماعه معايا فايند الفي بي such that بوت ام اوبريتس ان لينير ريجن. دخلنا المحاضره اللي فاتت شكل الخلق بتاعت بوت ام تيجي كده مع بعض قلنا هقول هنا دي اول هقول هنا دي ام قلنا اقصى جهد بيوصل له كام؟ 20 هنا اللي هو 20 فانا هنا الاول بتحرك هنا بالشكل ده لحد ما بوصل للجهد اللي هو 20 فوق اللي هو البي سي سي نسبه لحد ما بوصل لتحت الجهد كام؟ ثاني بي سي سي نسبه فين هنا اللينير ريجن؟ اللي في النص يبقى المقصود باللينير ريجن ان البي اوت يكون اكبر من او بيساوي ناقص 20 واقل من او بيساوي موجب 20 دي المقصود بيه يبقى لما يقول لي لينير ريجن يبقى البي اوت هيحصل ما بين نيجاتيف 20 وبوست 20 صح ولا ايه؟ طيب تعالوا ننفذ نفس الخطوات انا مش هقرا حاجه في المعادله عشان تبقوا فاهمين هي نفس المعادله بس ايه اللي هيتغير؟ معايا البي اوت هشيل البي دي بس يعني في المطلوب الثاني هنقل نفس المعادله دي واشيل ال 10 واحط مكانها كام؟ صح كده؟ المعادله دي بقى عندي كام مجهول؟ عندي كام مجهول؟ مجهولين بس البي اوت انا عارفه مره هشيل البي اوت احط ال 20 بالموجب واطلع البي بي والمره الثانيه هشيل البي اوت واحط ال 20 بالسالب طلع البي بي يبقى هنا في كام قيمه للفي بي؟ 2 يبقى انا هبقى اقول كده اي بي اوت ايكوال 22 عوض المعادله دي واطلع البي بي الحته الثانيه اي بي اوت يساوي سالب 20 عوض اطلع البي بي يبقى قيمتين البي بي دول هيضمنوا لي اللي انا المفروض اطلعه هيضمنوا لي مين؟ الاوبريشن الاكبر ده مش هيطلع خارج يتعدى الموجب 20 ومش هيطلع خارج هيقل عن السالب 20 اقول تاني مفهوم الفكره دي طيب انا هنا المحاضره في المساله اللي جايه يبقى كده الايديا تبقى ام خلص المره الجايه ان شاء الله هاخد بقى الاكشوال بقى ماشي Thank you.
حل المسألة، مش عايز كلام لو سمحت. قلت لك ان الار او از ادجاستد، ظبطت انا قيمه الار او اللي انت غير فيها لحد ما وصلت تيار المصدر بزيرو. يبقى الاي جي بتاع المصدر ده ايكوال تو صفر امبير. الفي جي دي مش جبت. خلاص؟ قلت لك هنا مطلوب، المطلوب الاول احسب الفي اوت. طبعا الفي اوت عشان اعملها هعملها على مرحلتين. المرحله الاولى ان انا هجيب البي اوت الاول من جوب اب ده. هو فين داخل جوب اب ده بس عشان نبقى فاهمين؟ فين الدخل؟ الدخل بتاع جوب اب ده هو خارج جوب اب الاولاني. فالنقطه دي هسميها مثلا جهد في ايه مثلا. يبقى انا لازم اجيب البي الاول. هتجيبها منين؟ إيه؟ جوب اب الاولاني. بعدين ترجع تاخد البي اللي انت جبتها تروح تجيب البي اوت من جوب اب الثاني. وبعدين نشوف بعد كده النقاط اللي انت مديها لي عشان اقدر ايه؟ شوف هنعمل ايه. يبقى هبدا الاول لو سميت ده وبقى رقم واحد. هبدا اقول كده 4 او ام نمبر 1. طبعا على طول بقى عشان ما نضيعش وقت تقرب صفر تقرب صفر. وجهد النقطه دي يساوي جهد النقطه دي يساوي كام؟ صفر برضه. طب جهد النقطه دي كام؟ بي جي. هبدا اجي هنا اقول ان مجموع التيارات كلها بتساوي زيرو. يبقى التيار ده بصفر. عشان اجيب التيار المعرف ال 20 يساوي كام؟ ها؟ يبقى نقول صفر ناقص بي جي على 20. التيار المعرف ال 80 هيبقى صفر ناقص البي اي على كام؟ على 80. انا يهمني هنا قيمه البي اي. يبقى البي اي هتساوي كام؟ هنلاقيها بتساوي سالب 4 في جهد في جي. طالما المسألة كلها مقاومات كيلو ما تحولش حاجة، سيب كله زي ما هو. هروح بعد كده على الأوب أم رقم 2. يبقى 4 أوب أم نمبر 2. نفس الخطوات هعملها. يبقى الدار ده بزيرو. الدار ده بزيرو. جهد النقطة اللي فوق برضه بزيرو، لأن اللي تحت جراوند. صح لا؟ طب افرض انا حطيت لك هنا مقاومة. حد يقول لي جهد النقطة دي تبقى كام؟ ضرب صفر. ليه؟ لأن الدار المر في الليلة دي كلها ايكوال تو كام؟ يبقى وجود مقاومة هنا ملوش معنى. لأن الدار اللي مر فيها أصلا بكام؟ صفر. صح كده؟ تمام. طيب هاجي عند النقطة اللي فوق دي. تعالى نعوض. يبقى هو صفر. ناقص البي اي على 10 زائد صفر ناقص في اوت على 16. يبقى من هنا هطلع البي اوت تبقى بكام؟ سالب 1.6 من 10 في البي اي. طب ما هو البي اي فوق انا جاي. كما لو كان البي اوت هي عباره عن نيجاتيف 1.6 من 10 في البي اي اللي هي نيجاتيف 4 في جي. صح ولا غلط؟ مظبوط. يبقى من هنا البي اوت تساوي كام؟ اضرب بقى الرقمين دول في بعض. هنلاقي حاسس ضرب الرقمين دول 6 و4 من 10 في الدي جي. لو كان بيديني قيمه للدي جي كنت هعوض واجيب رقم. لكن هو مش بيديني حاجه. كده المطلوب الاول خلاص، تعالى نشوف المطلوب الثاني. قال لي لو كانت الدي جي بواحد فاين ديسيبيتد باور ان الارض اعمل ايه؟ البي جي بكام؟ والبي اوت هجيبها لان البي جي عندي. انا عايز الباور ديسيبيتد في الار او يبقى لازم احسب مين؟ الكارت. خلاص؟ يبقى انا هقول هنا البي جي واحد فولت. يبقى البي اوت 6.4 من 10 فولت. ايهما اكبر؟ يبقى التيار مر من 6.4 للبي جي، يعني الدار ماشي كده. يبقى في الحاله دي الفرق هيساوي 6.4 ناقص 1 على المقابله اللي اسمها ار. لو كان مديني الار هو عوض، مش مديها لي سبب الرموز بالشكل ده.
يبقى في الحاله دي هتيجي تقول في الاخر ان الباور اثبت ان الار او هتساوي حاسب ضرب الاي سكوير في الار. يبقى هتساوي في الاخر دي لما هحسب بقى هتبقى 5 ل 4 على الار او. دي هتبقى 5 ل 4 على الار او وكل سكوير مضروب في المقاومه اللي اسمها ضرب. خلاص؟ الفكره اللي هاخدها من هنا ان انا لو اديتك اثنين وبقى او ثلاثه وبقى دول بنسميهم باسكيت. واحد بيسلم الثاني. خلاص؟ يبقى اشتغل الاول على الانبوت الاولاني وبعدين اجيب الاوتبوت بتاعه واخش على مين؟ ها؟ على الاوتبوت بتاعه. اي سؤال؟ قولي بقى الورقه كده نشوف الناس حاضره مين؟